ضربة المخالفة، التصويب من كريستو والهدف الأول، جول أولى أهداف السياسيس لمحمد الضاوي. كريستو 1-0 معطى جديد وسيناريو جديد في المباراة. أولى اللحظات أولى الدقائق تكشف عن أسرارها بالنسبة للبيانكونيري، يتمكن من تسجيل التهديف. كريستو تعود له الثقة ويتمكن من التهديف 1-0. التصويبة وأولى أهداف المقابلة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. معطى كيف سيتصرف كلا المدربين المباراة. يلعب الكرة من الجهة اليمنى إلى محمد الضاوي. كريستو، التوزيع من هشام بكار، جول ثاني اهداف المباراة للنادي الرياضي الصفاقسي. ممتازة جدا العملية كانت، الكرة مع الرواق الأيسر، توزيع محكم من هشام بكار والهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. ممتاز جدا الثنائية، الدوبلي من أشرف الحباسي يؤكد ويعانق الإبداع. هذه الإعادة أمامكم، هشام بكار على الطاير، أشرف الحباسي يؤكد أنه موجود ويؤكد أنه من ضمن الحلول الهجومية الكبرى للمدرب ألكسندر سانتوس. يحاول البحث عن الاستفاقة، تأتي التأكيد من أشرف الحباسي، عمل كبير الحقيقة على مستوى الرواق الأيسر. كرة على توزيع محكم من هشام بكار، أشرف الحباسي على الطاير بالساق اليسرى يتمكن من التسجيل والتأكيد ويؤكد ويقول بأعلى صوت: أنا موجودة. ثنائية لأشرف الحباسي، الكنترول منوبي، الحداد، الحداد، التوزيع، جول. الهدف الأول لمستقبل سليمان من موسى إيسان فيكتور. موسى فيكتور يسجل ويظل الفارق لمستقبل سليمان، 2-1. موسى إيسان فيكتور، كوتشينج من المدرب صايب زروق. أمامكم الإعادة، التوزيعة بالمليمتر من منوبي الحداد. موسى إيسان فيكتور بالرأس يغالط أيمن دحمان، كان طليقا في دفاعات الساسس. موسى فيكتور بالرأس قطع الكرة، يأخذ أمام الدفاع ويسجل الهدف الأول لمستقبل سليمان. قلنا السكوحي، كرة في القائم الثاني، حمزة الغارمي بالبوكسي بعد الكرة، خطيرة العملية والهدف الثاني. جول، جول يوسف بشا يتمكن من هز الشباك، 3-1. يوسف بشا ممتاز، ممتاز جدا. يوسف بشا يتمكن من تضعيف وتثليث النتيجة، 3-1 ليوسف بشا لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. عاد العملية، حمزة الغانمي بعد الكرة، بشا على الطاير يسجل الهدف الثالث، يقتنص الكرة ويمضي على 3 أهداف المباراة. مرة أخرى إعادة عبر ديوان سبور. كرة مع منوبي الحداد، يقطع الكرة ريان الدربيري، قطع الكرة ريان، هجمة معاكسة للنادي الصفاقسي، هيأتي معها الجديد حازم، 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 التصويب، جول. حازم، حازم في الكرة الرابعة والهدف الرابع، الهدف الرابع للنادي الرياضي الصفاقسي. ممتاز، طلب الكرة، اصرار، الافضلية للدربالي في قطع الكرة، اخذ الكرة، اعطاري حازم الحاج، حسن مشى بالكرة، صوب وغلط حمزة الغانمي، 4-1. الرباعية الثانية التي تتكبد ومستقبل سليمان، الثانية على التوالي. أمامكم الإعادة، الدربالي، التصويبة من حازم الحاج حسن، قوية، بوم، لا تصد ولا ترد الكرة، حازم الحاج حسن يتمكن من هز الشباك، 4-1. نتيجة ثقيلة على مستقبل الرياضي بسليمان.